يقاتلون من أجل انتزاع فرحة من بين أنياب الموت وحصار البنادق، العائدون من الحرب والعائدون من البحث عن لقمة وكسوة لأطفالهم، حربان لا تختلفان في زمن اليمن الصعب. العيد وسط الفقر والدمار، يقضي اليمنيون يوم عيدهم الأول بنكهات البارود، فما هي فرص البهجة في أجواء مدججة بالخوف ومشحونة بالحذر في مناطق الميليشيا كالحديدة التي تتأهب لمعركة وشيكة، وصنعاء التي ترخي فيها ميليشيا الحوثي ستارة من الرعب في قلوب السكان. في تعز يختلف الأمر قليلا، حيث يبدو العائدون هنا من صلاة العيد إلى أسرهم بنزر يسير من البهجة والأمان رغم الخلافات التي تعصف بهذه المدينة. للعيد في عدن وقع آخر هذه المرة، فهنا يحضر السيد رئيس الجمهورية وحكومته بعد عام ونصف من الغياب القسري عن عاصمة الدولة المؤقتة. عاد هادي ليسجل حضوره كرمز للدولة في مربع هو الآخر وقع في برزخ الاحتلال والتحرير. عيد وحرب، ثنائية الوجع اليمني. تضيق مساحات الفرح لأسباب ليس أقلها الحرب ولا أكثرها الفقر وحالة الشتات التي تعانيها الأسرة اليمنية. ورغم كل ذلك لا زال للعيد رونقه في عيون طفل جذلة لمت شتات أسرة بعد غياب، وسيبقى العيد جميلاً.